بالنسبة لبيع المصاحف، ما الراجح في هذه المسألة؟ الراجح والله المذهب ما يجوز بيعه، لكن الراجح والله أعلم جواز بيعه، لأنه ما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من عهد الصحابة، تبايعون المصاحف، ولأنه لو عطل بيعه لا تعطل نسخه وتعطل إيجاده للناس، فلا مانع من بيع المصاحف. والبيع يقع على عمل الإنسان، يقع على الورق ويقع على الجلد ويقع على الكتابة. نعم.